والسلام على خير المرسلين. حقيقة أنا موش الكلمة الأولى ولكن ماشي مشكلة. السيد الباشا، السيد رئيس مقاطعة البرنوسي الصديق والأخ، السيد مدير شركة التنمية المحلية كازا بيئة، السيد مدير إقليمي ولا مدير الدار البيضاء السي الخماس، السيد مدير أطور شركة أبيردا، عمال شركة أبيردا، السادة أعضاء مجلس مقاطعة سيدي البرنوسي، أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، أطور مقاطعة سيدي البرنوسي، الحضور الكريم، ساكنة سيدي البرنوسي، فيما يخص هذا القطاع هذا، سي شاكور كنحضر، درنا عقدنا واحد الاجتماع، أنتم هما الأبطال، صراحة كنقولها وكنعاودها. النهار خديت التدبير ديال هذا القطاع هذا وكنعرف المعاناة وشنو كتقدموا ساكنة الدار البيضاء ككل. حقيقة هما هما الأبطال كما سجى على لسان المقدم السيد اللي كيقدم هذا قال بأنكم أنتم وصراحة أنا اللي كنقولها وكنقولها للصحافة وكنقولها وكنأكد عليها وخصهم يعرفوها البيضاوية. حيت حنا ناس أول عام جربت هذه التجربة معاك ما عيدتش أنا. عادي تمشيو عيدوا في شي منطقة أخرى بقيت هنا ولكن أنتم كتخرجوا للميدان. الناس كيبقاو كيعيدوا مع والديهم مع عائلاتهم مع وليداتهم ولكن أنتم كتخرجوا باش تنظفوا النظار بها. وهذا الشكر ما نقدروش نقولوا شنو هما الشكر اللي خصنا نشكركم كنرفعوا لكم القبعة صراحة. كتقدموا واحد الناس لهذا غادي نرجع للنقطة قبل من العيد كنا درنا واحد الاجتماع مع السيد الوالي وهذا ما عرفنوش الناس ولا الساكنة ديال الدار البيضاء وحنا قلنا غادي نرفعوا التحدي هي قبل ما قبل من الستة الدار البيضاء خصها تكون نظيفة ونقية. السيد الوالي قال لك لا الدار البيضاء خصها تكون نقية مع جوج ديال العشية. رفعتوا هذا التحدي وتبارك الله مع ثلاثة ولا أربعة الدار البيضاء كانت نظيفة وكانت مشطبة وهذا عمل جبار في المدير وتشكرون عليه. فيما يخص كنشوف حميد والممثل ديالكم يمكن النقابي فيما يخص فاش قبضت هذا القطاع هذا التدبير ديال هذا القطاع كانوا مشاكل كانوا عدة مشاكل فيما يخص الأجور ديالكم. كانت مدينة الدار البيضاء ولا جماعة الدار البيضاء كانت كتبقى واحد ست شهور ولا خمس شهور ديال الخلاص ديالكم وكانوا وقفات وكانوا عدة قلنا هاد الناس هادو يقدموا واحد العمل جبار لمدينة الدار البيضاء لا يعقل باننا كنطلبوا منهم باش يوفروا لنا النظافه في المدينه وحنا ما كنخلصوش الشركه اللي مخدمه لنا هي ما كيتخلصوش كتبقاو بعض المرات شهرين ما كيخلصوكوش. لهذا قلنا اول حاجه قلتها وسطرتها هو خصنا نكونوا اجور خص نخلصوا الشركات باش يخلصوكم الاجور ديالكم وما يكونش مشكل ديال الخلاص معاكم. هذا اول حاجه. فيما يخص الملك المطلبي ديالكم راه السي حميد راه بابي مفتوح.